هنبتدي بيه اخبارنا. هنروح على فريقنا كره اليد بقياده مستر ديفيد ديفيدز الحقيقه اللي موجود دلوقتي في البوسنه الهرسك عشان يلعب بطوله كاس الابطال الدوليه للمره الثانيه. دي النسخه الثانيه، يمكن النسخه الاولى كانت السنه اللي فاتت وفاز بيها النادي الاهلي. النادي الاهلي هو حامل اللقب، والمناسبه ده بيكون اختيار امثل للمديرين الفنيين سواء لمستر ديفيد ديفيدز او يعني المدير الفني الاسباني السابق ليه. ولكن في النهايه هي بطوله جامده وتبقى يعني خير استعداد. هنلعب ثلاث مباريات، يمكن اول او الفرق المشترك خليني اقولها الاول بعد كده اقول ترتيب المباريات. النادي الاهلي عندنا مومبلي الفرنسي بطل الدوري الفرنسي، ده من الفرق المشاركه. عندنا كمان سولجا البوسني مستضيف البطوله، وكمان عندنا يورو فارم المقدوني. دول اربع فرق المشاركه في البطوله. خلينا نقول جدول الماتشات يوم الثلاث اللي جاي باذن الله. اول ماتش مع يورو فارم المقدوني، ودي فرقه قويه جدا وبتلعب في الدوري الاوروبي. تاني ماتش هيكون يوم الاربعاء مع مومبلي الفرنسي بطل الدوري الفرنسي، وننتقل اليه احمد هشام سيسا سوري احمد هشام دودو انا اسف احمد هشام دودو خلينا ما نلخبطش. وطبعا ونجم منتخب مصر صانع العاب، ومعاهم كمان نادي سولجا البوسني اللي هلعبه يوم الخميس ان شاء الله، وده مستضيف البطوله. يعني بطوله جيده، بطوله قويه فيها مستويات اوروبيه جيده. وزي ما قلت لحضراتكم انه النادي الاهلي هو حامل اللقب بعد فوزه على دينامو زغرب الكرواتي في النهائي. يعني دايما الفرق الاوروبيه بتحرص حسب اجندتها على الاشتراك في هذه البطوله. دي يمكن الفريق الوحيد في النادي الاهلي من السله والطايره واليد اللي بدا يخش في استعداداته واستعدادات قويه، لان المنتخب ما عندوش اشتراكات دلوقتي. اللي موجود دلوقتي هي اشتراكات منتخبات الشباب والناشئين، ولكن المنتخب الكبير ما عندوش اشتراكات. ف كان فرصة جيدة جدا لمستر ديفيد ديفيدز ياخد الفرقة ويروح على البوسنة والهرسك عشان نستعد لانطلاق الدوري ان شاء الله، او دوري المحترفين. دوري المرتبط الاول هيكون ان شاء الله في اول من سبتمبر. ده بالنسبة لكرة اليد.